علي بقى فأنا نسمع ضد رأي أي الشرع والدين. انت كل شويه تديني مدخل من المداخل ويبقى معايا مكالمه. أوكي يلا تفضل. بينا، معانا مداخله مع رجل الدين الشيخ رضا نصر الدين، كبير ائمه بوزاره الاوقاف. السلام عليكم يا شيخنا، الله وبركاته فندم. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله فندم. انا بقى عايز اسال حضرتك على حاجه، لانه في حاجه اتكتبت في الرساله والعهده على الراوي، بس انا هسال حضرتك فيها. بتقول انه ما فيش حاجه مكتوبه في القران انه الست ما تبقاش ليها الولايه او الوصايه على اطفالها، وانه ده كلام من 1400 سنه، والكلام ده كان بيتقال زمان، لانه الست انه كانت بتقعد في خيمتها، فده كان اجتهاد من فقهاء ومن المذاهب، يعني علماء المذاهب، عشان يقولوا كده ان هي مش هتقدر تتحرك كتير، فقال لك ندي الولايه لجد العيال. لا طبعا كلام غير صحيح يا فندم. امال ايه بقى الصحيح يا أقول مولانا؟ لحضرتك وحيد الله. لا اله الا لا الله. إله إلا الله. أي إنسان بيموت ويسيب تركة في حقوق متعلقة بالتركة، منها غسله، تكفينه، ودفنه، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه. طبعا. الميت ده بقى لو أوصى هذا الرجل لزوجته بأن هي بعد الوفاة، شوف حضرتك، بعد الوفاة إن لها الولاية العامة على أولاده القصر، جاز ذلك. يعني بلسانه، مش لازم وتصح يكتبها، الوصية. مش لازم يكتبها يا مولانا، ممكن يقولها بلسانه، يقول أنا مراتي هي المسؤولة عن عيالي لو مت أنا مش وفلوسي. واثق يا فندم. نعم؟ الورثة هيقولوا لا ما حصلش. طب أعمل إيه؟ هعمل وصية وأقوم بتسجيلها في الشهر العقاري. يعني ده مش حرام يا شيخنا إنه يكتب أمواله لما يموت، يقول ما لما أموت تكتبش هي تاخد؟ أمواله يا فندم. لا مش حضرتك أمواله، بيقول هتبقى هي المسؤولية. القائمة على أولاده القصر بعد الوفاة. المسؤولية. المسؤولية بس، لكن مش الفلوس. لا مش الفلوس. طب والفلوس؟ المسؤولية. في طب ما انا القرآن هشيل الكريم بقى المسؤولية، عندنا هدفع منين الآية دي، قال مصاريف تعالى: العيال؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في ايوه. نهاية الآية قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآية اللي بعدها: من بعد وصية يوصينا بها أو دين. من بعد وصية توصون بها أو دين. من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال: غير مضار. خلي بالك حضرتك على الأستاذ ثاني يقول غير مضار، ما يكونش فيها ضرر. فحضرتك بعد غسل وتكفين وسداد ديون وتنفيذ وصاياه، ايه اللي بيحصل؟ يرفع الامر للمحكمه عن طريق اعلام وراثه، اي كل واحد بياخد حقه. طب في ولاد قصر ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى؟ نبص الاول بقى، هل في مستند شرعي يقول ان الاب اوصى لانسان معين؟ في الموضوع انتهى. حضرتك القصه النهارده بتتكلم عن حال في 25 مليون و500 ألف أسرة في مصر. الله عليك يا في شيخ. 3 طبعا. مليون أرملة. يعني كله بيخلي باله من الحتة دي. الموضوع ممكن أنهيه خالص الأب. حضرتك زي الأستاذة هالة ما بتقول: الموت يأتي بغتة. طبعا. أنا واثق في زوجتي، كل اللي هعمله إن أنا هعمل وصية. هذه الوصية بيبقى فيها كالآتي: إن مراتي أو زوجتي هي الوصية على أولادي بعد وفاتي. فقط لا غير. بتنفذ. كبالاموال بقى، كبالتربيه، ككل حاجه. وكل حاجه هتتولى. طب انا واذا عايز اسالك ثبت على حاجه يا عدم مولانا، لو احنا اهليتها، شوف عايزين اذا ثبت عدم اهليتها لاداره هذه الاموال، تنتقل لكذا، يرفع الولي اللي هو الاب اللي هو الجد او الجد، اي بيرفع امره للقاضي. دي هي حلوه، دي الأمينة. حلوه وتحل كل فبيرفع الاطراف. الوصايه عنها. انا بقى عايز اسالك يا مولانا، هل لو احنا فكرنا اننا نقول للناس زي ما حضرتك بتقول كده، انه كان في هجوم من بعض الشيوخ على المسلسل، اتقال لك انتوا عايزين تغيروا، وان ده عداء شديد للدين، وما تقولوش كده، وان راي الفقهاء لازم نسمعه. هو احنا مش لكل زمن ساعات بنبقى محتاجين حاجه تمشي مع زماننا دلوقتي؟ الله يسترها معاك. فعلا الله يخليك ويسعدك. الاحكام بتتغير بتغير الزمن. دي قاعدة فقهية حضرتك موجودة. يعني دي قاعدة فقهية إنه إن إحنا لازم كل شوية نجدد أو ولا نشوف ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان. حضرتك المرأة أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام عم لم تدخل جامعة ولم تدرس الاقتصاد، النهارده بقت دكتورة في ما كانش الاقتصاد فيه. أيوه. وتدخل الجامعة وحضرتك تولت الحكومة طبعا، الرئاسة. عندنا رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب. أيوه في حضرتك كذا عملت رئيسة إيه؟ فعلا. أيوه. وعندنا علماء في الاقتصاد من النساء. وعندنا على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة عائشة كانت تقوم على بنات أخيه.
يعني احنا نقدر ان احنا نغير دلوقتي يا مولانا انه الوصايه، نبتدي بقى ان احنا نغير في خطابنا مع الناس، وان احنا نقول انه ممكن نعمل الوصايه دي وان هي تتنقل للام بعد ما شفنا اللي بيحصل في المجتمع، صح؟ نعم، بس هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. ما عملش والموت اتى بغته، اولى الناس بالوصايه مين؟ بالولايه، اللي هو الاب، اللي هو الجد، مش الام، لا اقول مش اللي لحضرتك حاجه، ربت وحملت رب. وتعبت واللي الجنة تحت أقدامها يا مولانا. يا استاذ سالي انت بتتكلمي في شرع، الشرع بيقول ان النفقه واجبه على مين؟ الرجال قوامون على النساء، ليه يا رب؟ بما انفقوا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن، على مين؟ على الاب. طب الاب مات، يكون مقامه الاب اللي هو الجد. طب جبتوا الكلام ده منين يا فقهاء؟ انا حضرتك سامع الحوار ان هي بتقول ده كانوا قاعدين على خيمه ومش خيمه. ايوه، اجتهاد الفقهاء بياتي بدليل من القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. يعني احنا ما نقدرش ان احنا يا مولانا، احنا يا مولانا انت قصدك ان احنا ما نقدرش ان احنا نغير دلوقتي اصلا، انا ولا حضرتك تقبل التغيير. الدليل من الفقه هو ليه قال ان الوالي يكون اب؟ لان القران الكريم في الايه رقم 133 من سوره البقره، ايوه، ربنا سيدنا يعقوب عليه السلام قاعد مع اولاده فبيقول لهم انتوا بتعبدوا مين؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. فسيدنا يعقوب ابو سيدنا اسحاق، وعم سيدنا اسماعيل، وابو سيدنا ابراهيم. أيوة. القران الكريم كله اطلق عليه كلمه اب. من هنا الفقهاء قالوا ايه؟ لو فقد الاب قام الاب مكان الايه؟ الابن الرحم. انه يعني يبقى راجل واقف في ظهره ويعرف يرد ويعرف يجيب الحق اقول وكده. لحضرتك على حاجه، هي تشتكي لان هي سايبه ان هو سايب مصنع واموال بتروح وتيجي. لو كان هو معسر مات وعليه دين، مش موظف ولا حد يعرف. في ناس كتير كانت هتهرب وتقول لك ماليش دعوه، ما سددش لا يا فندم، لا ده لازم، حضرتك الله يبارك لك، ده لازم قاعده بالتراضي هنجيب الناس ونقول له تعالى ده طبع. ولادك، او تسامح بقى في الدين لو كان هو مسامح. انا بشكرك ونورتنا يا فندم، تعالى ربيهم معايا. وحضرتك بترفع امرها للقاضي طبعا، والقاضي بيحكم بنفقه اسمها نفقه الاحفاد وبيجبره. المادة رقم 38 من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000، القانون رقم 1. أنا بشكرك يا مولانا ونورتني وعلى راسي وتسلم لي وشكراً.